نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من نادي الكوظيم للسباحة، والذي ينظم حفلا في هذه الأثناء. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرون لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. مشاهدينا، وبحضور رئيس جماعة مكناس وعدد من الفعاليات الرياضية والجمعوية والمدنية. كذلك مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، هذا الحفل الذي تتخلله مجموعة من الأنشطة، من منها السباق اللي كما كتابعوا معنا هنا، السباحة، وكذلك مباراة في كرة الماء، وكذلك كرة الطاولة، وعدد من الأنشطة بحضور أسر وأباء وأمهات ليزاتليت والسباحين اللي حاضرين مشاهدينا واللي مشاركين في هذا الحفل المنظم من طرف نادي الكوظيم للسباحة. نعم دائما وعلى المباشر، فتستمر الاحتفالات بهذه الذكرى العزيزة والغالية. فنادي الكوظيم لهذه السنة يعني رسم على موسم أكثر من جيد، ونتمنى الاستمرارية في هذا الباب. نعم مشاهدينا، دائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا. وهنا الوليدات تبارك الله عليهم، برافو برافو برافو، هنيئا. نعم وهنا تتويج كذلك العدد من أبناء. جولة أخرى مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، صابر صابر تربي نعم مشاهدينا، كما قلنا بحضور عدد من الفعاليات الرياضية والجمعوية والمدنية. كذلك رئيس جماعة مكناس يشارك السباحين ويشارك المغاربة والمكانسة كذلك هذه الفرحة العالمة. أجي تفضل معنا سيد الرئيس على المباشر. حضور سي جواد بحجي اليوم، وكذلك شفناك كدير جولة استطلاعية على بعض المرافق، واش كاين حتى الإصلاح والاحتفال ديما زعما ولا كيف؟ لا في الحقيقة نتفكر ايامات الشباب وايامات يعني اللي كنا صغار، كنا كنجيو للكلوب، يعني ذكريات جميله وجميله جدا. هذا واحد ان باتريمون سبورتيف في المدينه اللي كنا خصنا نشتغلوا عليه وخصنا نحافظوا عليه. وبهذه المناسبه بغيت نشكر السيد الرئيس والمكتب اللي كيشتغلوا بجديه باش انهم يحافظوا على هذا المكان هذا، وانهم ينميوا السباحة. لأن يعني مدينة مكناس كانت معروفة بمجموعة من الأنواع الرياضية، ومن أهم الأنواع الرياضية كانت السباحة، كرة الطائرة طبعا، وفي هذا المكان هذا السباحة، الكرة الطائرة، الغطس، وكرة الماء. فهذو كلهم وكانت مكناس يعني البطولات بربعة في هذه الأصناف بربعة، ما كانش اللي كيغلب الكوظيم، كان اللي جا لهنا كنصلخوه كيف تنقولوا. لا يعني فعلا، لان شحال من واحد تيطرح السؤال كيفاش مكناس ما كاينش البحر وعندكم ابطال. انا كنقول الجو
ليكوسيستم ديال الناس والبنيه الجسمانيه وكذلك التاريخ والناس ديال الرياضه، لان حتى دابا الرياضه ديال 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 السباحه الناس اللي شادينها راه ما شدوهاش لانهم شدوها لانهم عندهم تاريخ في هذه الرياضه وكيبغيو هذه الرياضه وكيبغيو هذه المدينه وكيشتغلوا بجد. اليوم السيد الرئيس هو اليوم كنشوفوا احتفاليه في اطار الاحتفالات ديال المملكه المغربيه والشعب المغربي بالذكرى 25 لاعتلاء صاحب الجلاله عرش اسلافه المنعمين. شفنا مجموعه ديال المحطات، شفنا الحفل اللي كان الصباح بالمعهد الموسيقي، شفنا في الدائره القضائيه، فممكن تحدثنا السيد الرئيس في هذا الباب؟ الحمد لله هذه السنه هذه كانت مجموعه من الانشطه اللي تراسها السيد عامل عمله مكناس مشكور، وهذا تيعكس الديناميه اللي كتعرفها المدينه، الاوراش اللي كتعرفوا المدينه، الجديه اللي كلشي كيشتغل عليها في مدينه مكناس الحمد لله، وكيبانوا الاوراش، كيبانوا النتائج، كيبان الاثار الايجابي، وخصنا نمشيو في هذا السياق هذا وفي هذا المسار هذا، لان يعني مكناس عندهم مؤهلات كبيره وكبيره جدا على جميع المستويات. اليوم حنا في واحد المكان اللي هو الكلوب الرياضه، حضرنا هذا المساء هذا يعني واحد المسابقه ديال النادي المكناسي اللي نظمها بهذه المناسبه الغاليه، مسابقه ديال جميع الاصناف ديال السباحه، والحمد لله كيف شفتوا يعني واحد الاطفال واحد الابطال بنيه جسميه تبارك الله، يعني الله يحفظهم. جميل هو الاباء والامهات والاباء والعائلات ديالهم، يعني هذا الشيء يتلي جوش الصدر باش انه يعني نكونوا ابطال، واحسن بليه تنقول انا لوحدي تبلى بها، احسن بليه اللي كنطلب من الوالدين يبلي ولادهم هي الرياضه، هي الرياضه هي الرياضه هي الرياضه، لان حتى حنا ملي كنا صغار يعني كنا كنقراو كنديروا الرياضه، القرايه الرياضه الرياضه القرايه. مكناس الحمد لله فيها مجموعه ديال الاصناف ديال الرياضه، فعلا خص البنيه التحتيه نشتغلوا عليها، وهادشي كنشتغلوا عليه، ولا في كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، يعني مجموعة من الأصناف. هذا المكان هذا تخرجوا منه أبطال في الكرة الطائرة، هذا الملعب اللي في الظهر ديالك يعني كانت فيه بطولات يعني في الثمانينات مع أندية كبرى، كان النادي المكناسي ديما هو في يعني في الصدارة. السباحة كنا ديما رقم واحد، الغطس ديما كنا رقم واحد، كرة الماء كنا رقم واحد، ولما لا اليوم نحييو هاد يعني هاد الذكريات هادو، وانا جد واثق ان الاخوان السيد الرئيس والمكتب اللي كيشتغلوا بجديه، وهاد الاباء اللي جابوا وليداتهم حتى هما فرحانين، تنظن بانه الدعم ديالنا هادي يكون باذن الله الدعم ديال الاباء كاين، وهناك اناس اللي مختصين واللي كيبغيو المدينه وكيبغيو هاد الرياضه هادي، باش ان شاء الله تكون نتائج جيده ونخرجوا ابطال باش مكناس تكون في الصفوف الاولى. وانا متاكد بانه ان شاء الله هادي نكونوا في الصفوف الاولى، لا في السباحه ولا هي ساميه خصوصا فيما يخص الرياضه، خاصه واحد النقطه الثانيه اللي سيدنا يعني ذكر بها البارح سيدنا في الخطاب الملكي، هضر على الاوراش والتنميه اللي عرفتها بلادنا في مجموعه من الميادين، والشق الثاني اللي سيدنا ذكر به هو الجديه في العمل في التدبير في الحكامه، لان يعني الرياضه خصها ماليها، التدبير ديال المنشآت الرياضيه خصها ماليها باش ممكن يعني نكونوا بطل، يعني باش نخرجوا بطل. كل ما هو صعيب كل ما هو سهل، كل ما هو صعيب الا ما كانش الناس اللي زعما اللي يعني اصحاب الاختصاص ما تكونش الامكانيات، كل ما هو سهل الا اجتمعت جميع الظروف باش اننا نكونوا ابطال. ولما والحمد لله الظروف كلها مجموعه، خاصه تحت التعليمات والتوجيهات والتحفيزات ديال صاحب الجلاله اللي ذكر بها يوم امس، باش اننا نرجعوا للمسار يعني للانديه ولما لا الدول الكبرى. والسباحه تنظن بانه مكناس عنده ما يقول لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، ان شاء الله باش يمشي بعيد يعني في المستقبل ان شاء الله. شكرا لك سيد الرئيس على هذه الكلمه وعلى هذا التدخل ديالكم. معنا كذلك السيد رئيس نادي الكوضيم. السيد الرئيس تحدثنا على هذه الاحتفاليه واطار فجر. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شيء تنشكروا السيد الرئيس على اللي شرفنا وحفزنا والفعاليات والمنابر ديالكم اللي كنشكروهم كاملين، وبالمناسبه احنا تنحتفلوا بعيد العرش المجيد بالطريقه ديالنا اللي هي الرياضيه، ورتئينا ان نديروا واحد مسابقات على مستوى السباحه ومستوى الدراري الصغار باش ندوزوا لهم الرساله، على اساس ان هذا العيد فهو عيد تواصل ما بين الجيل اللي هو صغير هذا اللي كتشوفوه مع الاباء ديالهم بهذا النهار المجيد،
باش يعرفوا بان هناك اصاله واستمراريه وعلاقه ما بين الاباء وما بين السباحه وما بين الاطفال الصغار مع الولاء لصاحب الجلاله نصره الله. ومن خلال هذه السباقات اليوم التقينا خدينا واحد البادره باش نعطيو تحفيزات الماليه للسباحين والسباحات اللي شاركوا على هذه السنه على مستوى الجهوي وعلى مستوى الوطني وعلى مستوى الدولي باش كنشجعوهم لان مكناس التراث ديال السباحه وما يكونوش التحفيزات وهاد التحفيزات الماديه ما غادي يكون والو. وان شاء الله الرحمن الرحيم كما كيعرفوا المكانسه كلهم والمدينه الاسماعيليه اخر لقب كنا خديناه هو من 2019 قبل كوفيد كنا خدينا الازدواجيه اللي فيها كاس العرش وشامبيون ديتي ومن تما دابا الان عامين مشاو لنا واحد مجموعه كبيره ودابا الان ان شاء الله راحنا في صدد باش الحصول على واحد الخلف اللي غادي يعطي الكلمه ديالو يعطيها ان شاء الله على مستوى الوطني وعلى مستوى الدولي ولا سيما دابا الان على مستوى الدولي راه عندنا دابا الاولمبياد واحد من الكوديم مشاركه مكناسيه تمثيليه مكناسيه الوليد اللي هو هدانا لي ميداي في لاكوب دي موند ديال العرب ودابا مشى لباري للجو اولمبيك اللي هو الياس الفلاقي وعندنا واحد اخر اللي هو بوطويل اللي هو راه ما بانش هذا النهار وعندنا عوامه مكناسيين اسماعيليين اللي غادي يشاركوا في سبتمبر في سميتو في الالعاب العربيه في مصر يعني وعندنا سباحه واحد اخرين النادي مكناسي عنده واحد المجموعه كبيره ديال السباحه اللي هما عندهم نيفو وغادي يعطي الكلمه وغادي يبان في الكلمه وهذا العام راه حنا خدينا الشامبيون ديال يو 16 ديال الواتر بولو يعني من بعد هاد التمارين كلها يعني هاد العام كان واحد الانطلاقه جد 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 مشرفه وهذا الشيء بتشجيعات ديال 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 السيد العميل والرئيس البحجي اللي ما تيبخلش علينا كذلك واللي كنبشر المدينه المكناسيه والاسماعيليه على ان واحد المولود اللي راه حنا حداه دابا الان غادي يكون واجد ان شاء الله الرحمن الرحيم في سبتمبر وهو عباره عن مسبح اللي هو ثالث جوج مغطيين وهذا المسبح اللي حنا كنصوروا فيه وهو عنده الفضاء غادي يعطي واحد الاستقطاب كبير ديال السباحه لان الساكنه المكناسيه ملهوفه على السباحه كما قال السي الرئيس انها هي راه تراث وما يمكنش هاد السباحه المكناسيه يمكن تهبط ولكن ما كتموتش بحال ديك الشجره اللي خصها غير ميها وهي تفيق وهذا هو السباحه ديال مكناس على طيله الزمن والسي بحجي راه داز هنا وراه ولد مكناس وعنده تاريخ في هاد النادي ديالنا كيلعب الفولي بزاف وحكم علينا صوبوا الفولي رحنا صوبناه ونتمنوا من الله يوفقنا اللي فيه خير ان شاء الله الرحمن الرحيم اذا راه كاين حافز السيد الرئيس لا طبعا الدعم غيكون صح لا ان شاء الله باذن الله ما يمكنش ما تحفش الوليدات هادو وهاد الاباء ديالهم اللي جاو يعني في هذا المكان كيف قال السيد الرئيس اللي هو تراث وانا تنظن كمسؤولين كنا خصنا نشتغلوا على هذا الشيء هذا نحفزوا نعاونوا نشتغلوا لانه كيف ما كان الحال كيبقاو هادو وليداتنا وكيبقى هذا مجتمع مكناسي ومره اخرى احسن بليا غادي نهضر احسن بليا اللي الانسان تبلى بها هي الرياضه. شكرا للسيد الرئيس على التوضيحات شكرا للسيد الرئيس مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا دائما وعلى المباشر ما زالت الاحتفاليه مستمره وكما قال يعني الرئيس فكتبقى احسن حاجه ممكن اننا نعطيو لوليداتنا هي الرياضه خصوصا في ظل هذا الوقت اللي ولينا كنشوفوا مجموعه ديال السلوكات ومجموعه ديال الاختلالات توزع هنا مجموعه من الميداليات والجوائز على الفائزين في هذه المسابقات المنظمه لطيلة هذا الأمسية مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي أمسية رياضية 100% هنا من داخل المسبح البلدي للكوديم للسباحة كما قال رئيس الكوديم فالكوديم لا خوف عليه خصوصا وعودة جيدة هذه السنة بمجموعة من المحطات كذلك على مستوى البطولة الوطنية على مستوى عدد من المشاركات كذلك هناك أبناء الكوديم رفقة المنتخب الوطني المشارك بأولمبياد باريس 2024 الياس الفلاقي اللي كنتمناو ليه حظ سعيد وانه يرفع الرايه المغربيه وكذلك يشرفنا بميداليه للعاصمه الاسماعيليه وللمغرب طبعا مشاهدينا فكما كنقولوا كنتمنى انه يكون هذا كتبقى الرياضه اساس واليوم كيجي هذا الحفل مشاهدينا
متابعي قناة شوف تيفي في إطار الاحتفالات بذكرى الخامسة أو بالذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه المنعمين بحضور عدد من الفعاليات ومن ضمنهم رئيس جماعة مكناس وكذلك مجموعة من المستشارين بالجماعة وفعاليات مدنية وجمعوية وأباء وأمهات والمغاربة والمغربيات والمكانسة والمكناسيات الحاضرين رفقة السباحين ديالنا ورفقة الوليدات ديالهم. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي دائما وعلى المباشر ما زالت الاحتفالية مستمرة. أظن أنه كاين بعض الموسيقى ما غنقدروش أنه نكملوا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في الأثناء كيتم توزيع الجوائز والكؤوس والميداليات على الأطفال وعلى السباحين اللي حققوا نتائج في هذه المسابقات المنظمة هذه في هذه الأمسية الرياضية. أشكركم. كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من نادي الكوديم من الملعب أو من المسبح نادي الكوديم للسباحة. إلى اللقاء.